السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفات ماما وسارة. نتمنى يكون عجبكم فيديوهات ديالي وكتجربوا الوصفات ديالي ويكونوا كيعجبوكم. غادي نبداو على بركة الله. اليوم غادي لكم مسمن في الفران، كيجي هائل وكيجي زوين، نتمنىكم تجربوه. عندنا بصله مشرده، عندنا الربيع من عندي كان في فريغو اللي مقطع، غنديرو فوق البوطة وغادي نشحرو مزيان وغادي نخليه على جنب ونوجدو العجينة. غندير تقريبا جوج جبابن تاع الفرص في جبانية وحدة ديال الحرش، غادي ندير شوية تاع الملحة، غادي ندير الماء. الماء على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب الماء وكاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء بزاف. غادي نخليهم يدلكوا مزيان، هانتوما كيما كتشوفوا من بعد ما دلكات كتبغي العجينه تكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف. ذوبت الزبده والزيت، ذوبتهم هما باش غادي ندير العجينه. باش نبدا نقسم العجينه خصني نفزك مره يديا بالزيت، الزيت والزبده، ونقسم العجينه نديرها كواور صغيورين ونخلي العجينه حتى ترتاح شويه عاد باش نبدا نسرح فيها. ها انتما بحال هكا كما كتشوفوا، ها انتما كما كتشوفوا من بعد ما خليتها ارتاحت شويه، دابا غادي نبدا نقرص فيها. غادي نبداو بالاولى اللي بديت، غادي نسرحها مزيان. غادي نسرحها مزيان كما كتشوفوا، كندير الزيت غادي نبدا ندير دابا ديك البصله والشحمه والزيتون بلقام، غادي نديرهم في العجينه، غادي نسرحهم مزيان. كما كتشوفوا غادي نبدا نجمعها نديرها على اربعه وغادي نخليها على جنب، وغادي ناخذ وحده اخرى غادي نسرحها حتى هي، وغادي ندير فيها الزبده والزيت، غادي نسرحها مزيان نطلقها مزيان تتسرح داكشي باش مزيان من نديروها هكا ونخلوها حتى تسرح باش تجينا ساهله فاش نبغي نسرحوها، باش تجينا ساهله.
وغادي نطويها على 4 كما كتشوفوا، غادي نطويها على 4، غادي نديرها على جنب حتى هي، وغادي نسرح وحده اخرى ندير بحال الاولى. غادي ندير الحشوة كما كتشوفوا، غادي ندير الاخرى اللي درت الاولى، غادي نطويها على 4، غادي نديرها على جنب صافي، وغادي نبقى غادي على هذه الطريقة حتى غنكمل، حتى نكملهم كاملين. خديت لاطا درت فيها الزيت، دهنتها بالزيت، غادي نبدا نحط فيها مسمنه بسمنه. من بعد ما خليتهم ارتاحوا، دابا غادي نبدا ندلكهم غير شويه، نضرب معاه شويه بايديا. من بعد ما نكون سخنت الفران على 180 درجه، خليته سخن مزيان، هانتوما كما كتشوفوا كنضربهم غير شويه صافي، ونخليهم على جنب صافي، وندخلهم صافي وندخلهم من الفران حتى يطيبوا، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هانتوما راه ساهلين، اللي بغى يجربهم راه ساهلين وما كيشدوش الوقت بزاف، راه دغيا نتمنى لكم تجربوهم ويعجبوكم. راه كيجيو زوينين هادو، اللي بغى يدير بهم الكوتي مع برة اتاي راه كيجيو زوينين، كيجيو خفاف، نتمنى لكم تجربوهم. هانتوما شتو الشكل النهائي ديالهم، غندخلهم دابا للفران. هانتوما البنات من بعد ما خرجوا، ها هو الشكل النهائي ديالهم كي كيجيو، راه كيجيو هائلين وكيجيو بنان. نتمناكم تجربوهم ويعجبوكم، ويكون عجبكم الفيديوهات ديالي وحتى الفيديو واحد اخر. بسلامة عليكم.